ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل. معايا بقى النهاردة موهبة تانية خالص، وهي مش موهبة، هي حاجة حلوة كده انا بحبها وبشجعها لدرجة ان كل الناس قالوا لي: مروة، هو انت ليه في البرنامج بتاعك بتجيبي بس الحاجات دي؟ بس انا يا جماعة يعني انا بحس شوية اني عشان اسمها طبعا شاشة الصحة والجمال، فانا عايزاكم يا جماعة كلكم تهتموا بجمالكم. طبعا معايا النهاردة بقى برضو واحدة هخليك وهي تعرفكم بنفسها، هي ميك اب ارتست جميلة جدا وانا بحبها جدا وبعزها جدا، من اطيب الناس بصراحه اللي اتعاملت معاها. يلا يا سلمى، عرفي نفسك للناس، اتفضلي. ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ انا سلمى محمد، ميك اب ارتست. بادئه بقالي حوالي 6 شهور، مش لسه أكتر. قديمه يا سلمى، جديده. جديده. مش قديمه بس قوي يعني. فبدات الحمد لله وبقالي 6 شهور 7 شهور في الرينج ده كده. على فكره هي كليه اعلام يا جماعه، زي عشان بدرس كليه انت اعلام. كنت بتقولي تخصص ايه؟ في ايه في الجامعه؟ لو صحافه واعلام. صحافه واعلام، لا انا عايزه تلفزيون. طيب قولي لي بقى، اكتشفتي بقى موهبه بقى الميك اب ارتست والمكياج والحاجات دي ازاي؟ بصي، هو اصلا انا عموما يعني انا موهبه الميك اب ديت اصلا عندي من زمان جدا، يعني وانا طفله. فجيت بقى بعد كده ان انا بدات مثلا بدات ان انا اشتغل على نفسي، ان انا مثلا اعمل لمامتي، اعمل لاختي، اعمل لحد من قرايبي. لقيت نفسي ان انا بعمل كويس، ولقيت ان انا محتاجه بس في تريكات بسيطه هي اللي انا واقعه فيها. فقلت لا، انا اخد كورس. وبصراحه طبعا اللي شجعتني قوي على الكلام ده وقفت معايا هي ماما. خدت الكورس الحمد لله، وخدت الشهاده استلمتها، وبقيت ميك اب ارتست اهو. بس انا عايزه اسالك على حاجه، انت في وجهه نظرك انت كسلمى، طبعا كل واحد بيبقى ليه وجهه نظر، ان موضوع الميك اب ارتست ده ممكن يبقى فن ولا ممارسه؟ يعني مثلا انت ممكن اصلا اي واحده تروح تتعلمه، ولا هو اصلا بالممارسه، وان حد ممكن يكون بيحبه من جواه يعرف ينفع فيه من غير كورس؟ يعني انا في ناس عرفت بيقولوا لي هم عملوا الموضوع ده بس من اليوتيوب نفسه، يعني اتعلموا. في ناس تقول لك انا بحط، بحب، ما خدتش كورس، انا بحب احط ميك اب فعلا من زمان. بالفعل في ناس اتفرجوا على فيديوهات وتلاقيهم انهم بيقولوا احنا بنتفرج على فيديوهات، بس صدقيني فرجه الفيديوهات على اليوتيوب حاجه، وفكره انك تروحي تاخدي كورس وتستلمي شهاده فدي حاجه تانية خالص ملهاش اي علاقه بالموضوع. يعني انا كنت بتفرج وكنت عندي الموهبه، كنت بعمل ميك اب كويس جدا، في تريكات بسيطه كنت واقعه فيها، فلما خدت الكورس اتعلمتها اكتر، بتشرح لك على خطوات انت ما بتبقيش شايفاها وانت بتتعلمي على اليوتيوب. فاهمه قصدي؟ بتتعلمي، هي بتجيب قدامك موديل بتشتغل عليها كده، بتحسي ان انت كده فاهمه اكتر. بس طيب عايزين بقى نسالك كده عن شويه حاجات بقى كده في الميك اب. طبعا انت اديتيهم طبعا في الاستوديو ارقام تليفوناتك صح؟ والصور بتاعتك. طيب اوكي، عايزه اسالك على كده شويه اسئله يعني جايه لي، هو ايه الفرق في وجهه نظرك بين اللوك اللي هو البنت المفروض تحطه الصبح، وبين اللوك المفروض تحطه بالليل، بحيث ان الاثنين ما يكونوش اوفر؟ وايه الحاجه اللي لو حطيت، يعني مثلا لو بنت حطيتها الصبح اصلا تبقى اوفر بالنسبه لك، ان ده ما ينفعش انها تحط الصبح، الحاجه اللي لو حطيتها بالليل هي ما تنفعش اصلا في بالليل؟ يعني هقول لك، في الوانات كده بتكون الوان اللي هي النود ديت، اللي هي بتكون الكشمير، بتكون البني الفاتح كده، الالوان دي تستخدميها بالنهار، لان انت اوريدي هي مش بتكون باينه معاكي كويس، يعني مش بتظهر قوي الوش، انت بتستخدميها بالنهار بحيث انت بالنهار هيبان بس على خفيف. عندي بالليل عندك بقى الكشميرات الغامقه، مثلا الاحمر، الطوبي، الالوانات بقى اللي هي المطفيه الدافيه ديت، دي الالوانات اللي تستخدم بالليل، الجليتر، الشامر، الالوان يعني مثلا في مناسبه عيد ميلاد او حاجه بتحطي شامر مثلا على خفيف، بتحطي مثلا جليتر على بسيط جدا مثلا ممكن تحت عينيكي، لكن الصبح ما ينفعش ان احنا نحط جليتر شامر الكلام ده، لان هيظهر وهينور، ودي مش الوان النهار، دي بتبقى الوان بالليل. فما ينفعش ان احنا نحط، لو هتركب رموش بتركب رموش تكون خفيفه جدا على العين، بحيث ان انت بتدي بس منظر لرموشك ان هي في رموش، ولكن انت ما تركبيش رموش اللي هي بتاعه الافراح او اللي هي بتاعه السهره، ما ينفعش تركبيها الصبح لان يبقى منظرها ملفت، بتبقى مش حلوه. طيب بصي، انا في كده كذا حاجه كده الايام دي بقت بتضحكني بصراحه شويه، يعني في موضوع الميك اب ده وكده، يعني في اللي هي الصيحات بتاعه الميك اب نفسها. تمام يا جماعه، ردوا تمام، الصور بتاعت سلمى هتظهر لكم دلوقتي. ايه بقى اغرب، اهي الصور اهي على الشاشه. ايوه دي ايه يا سلمى؟ دي كانت عروسه، دي كانت خطوبه يوم الخميس اللي فات. ايه ده يوم الخميس اللي فات؟ لسه جديده يعني. هي عايزه بس اوضح حاجه للناس اللي هيشوفوا الصور دي، عشان ناس كتير علقوا عليها.
العروسه ديت انا عامله لها سحبه كده اهو، بحيث ان هي ما عندهاش جفن عين، فانا حاولت ان انا اظهر جفن عينيها زي ما هي طلبت، وهي اللي جابت الصور قالت لي انا عايزه لوك كده، فانا ظهرت السحبه ديت بحيث ان انا عايزه اطلع عينيها، يعني انا هي ما عندهاش جفن عين، جفن عينيها مبطن وصغير جدا، فانا حبيت ان انا اظهره. فزي ما انت شايفه واخده السحبه من فوق لتحت وكلها مسوياها ببعض، فسحبت العين كده، فبانت ان العين ايه مسحوبه شويه، وان العين ظهرت معانا اكتر في الميك اب. انا عايزه اسالك على حاجه يا سلمى، هو موضوع سوري اللي هو الايلاينر ده، في فعلا يعني كعين ضيقه، يعني انا من الناس اللي ممكن بيقولوا لي انت ما ينفعش معاكي الايلاينر فعلا. مع ان شويه تمام. طيب هنتكلم على الصوره الثانيه ثواني. طيب موضوع الايلاينر ده في العين الضيقه فعلا يعني مش ممكن حد يستخدمه استخدام صح، ان هو مثلا يحط لك انت مثلا في عينك بحيث يوسع عينك، هو بس ما ينفعش عين الضيقه خالص؟ لا هقولك، في رسمه ايلاينر معينه ممكن تستخدميها للعين الضيقه، اللي هو انت بتبداي الايلاينر من هنا كده وبتطلعي عليه سنه بسيطه، بتمشي الباقي على رمش العين من قدام، بيبان انك انت رسمه من هنا كده وطالعه بيه كده، بس دي ممكن تنفع للعيون اللي هي الضيقه او العيون اللي هي المبطنه وجفنها صغير. فانا دي انا ما عملتش معاها كده العروسه اللي فاتت، كنت بظهر انت عينيها. كنت شايطه كده. طيب ودي عروسه ايه؟ دي مش عروسه، دي موديل. تمام. عملت لها لوك مات، كانت تقريبا دي تاني مرة اعمل فيها لوك مات، وبرضو عملت لها الايلاينر المموه، كانت اول مرة اعمله، والحمد لله اتظبط معايا كويس قوي. ما شاء الله تسلم ايدك، انت اللوك بتاعك اللوكات بتاعك حلو بصراحة يا سلمى. ربنا يخليك. طيب قولي لي بقى، زي ما انا بقول لك ايه اغرب او حاجة بتضحكك؟ يعني انا مثلا من الحاجات اللي بتضحكني جدا يا جماعة الرجالة اللي طالعة بتحط ميك اب وتحط ميك اب لنفسها، دي بصراحة دي اكتر لا حاجة ده دول ممكن بقى يعني تكون بتضحكني بصي الايام بيعملوا دي. عمايل ما تتعملش خالص، وتلاقيهم بقى ده رد دقن مش عارفة ازاي، مع ان احنا ممكن كميك اب ارتست مثلا ممكن ما نعرفش ان احنا نعمل الكلام ده. طبعا بصي دي هنا هي مامة عندنا العروسة، قبل وبعد صح، في صورة مامة كمان العروسة قبل وبعد مامة العروسة. تمام. دي برضو موديل، دي موديل. كنت عاملة لها برضو لوك سموكي تقيل كده بجليتر، علشان خاطر يعني يكون لوك عرايسي شوية، في عرايس بتحب اللوكات اللي كلها جليتر، وفي عرايس تقولك لا انا عايزة حاجة تكون هادية جدا على قد ما تقدري. طيب واللي بعديها هي نفس الموديل، نفس الموديل، ودي برضو دي نفس العروسة برضو. برضو طيب يا جماعة ننقل، دي حلوة، دي عروسة بنت خالتي خطوبة. بنت خالتك جميلة ما شاء الله. طيب قولي لي، في اخطاء بتقع بيها، بيقول لك يعني معظم البنات وكده لما بتحط ميك اب بتنصحي بايه، او انت شايفه ايه الاخطاء اللي ممكن نتجنبها احنا كبنات كلنا؟ الاخطاء اللي ممكن نتجنبها اللي هو لازم في بنات تيجي تعملهم ميك اب تقولك طب انا بشرتي هتحبب بعد الميك اب ده ما امسحه، لا انت اولا لازم البشره تترطب كويس جدا، نخلي بالنا من دي، لان لو ما ترطبتش الميك اب منك هيشقق هيفتح، هتحسي ان هو قشر كده من على وشك. لازم تحطي برايمر كويس جدا تقفلي المسام، لان لو ما قفلتيش المسام الفتحات بتاعه المسام دي هتدخل الفانديشن هتشربه، فهتمتص منك الفانديشن، فهيبان ان المسامات هتحسيها كبرت هتظهر شويه، فدي اخطاء نحاول على قد ما نقدر نتجنبها، لان في ناس بتمشي بيها كده في الشارع. طب انا عايزاكي بقى كده مبدئيا الاول، الباكجات بتاعتك على فكره يا جماعه، باكجات الزفاف والخطوبه وكل الحاجات بتاعت سلمى عاملاها بجد اسعارها جميله جدا، انا بجد لما سالتها ما كنتش مصدقه بصراحه يعني، فعندكم ارقامها طبعا بتظهر على الشاشه، والله يا جماعه صدقوني مش هتندموا من التعامل معاها على فكره، وقلت لكم قبل كده انا اهم حاجه عندي في البرنامج ده المصداقيه، وعشان هو اسمه فكره، ويا سلمى لسه مبتدئه بصراحه، ولما بجد شفت شغلها جميل جدا، فعايزاكي بقى كده تقولي البنات شويه نصايح كده عشان يهتموا بنفسهم في موضوع البشره ده والميك اب. اللي هو يعني حاولوا ان انتوا تكونوا ترطبوا بشرتكم، تستخدموا برايمر، ما تحطوش الميك اب كده مثلا منك للبشره، عشان ده غلط جدا، هيحبب معاكي وهيفتح بشرتك. حاولوا يا جماعه برضو من ضمن النصايح ديت انكم يحطوا لوز باودر يا مروه على البشره بعد الفاونديشن وبعد الكونسيلر تحت العين وفوق العين، عشان هيشقق كده كده هيفتح وهيخطط، وده بيبقى مظهر مش كويس جدا، سواء لو كان للعروسه او للبنات عامه. وانت خارجه نحط على قد ما نقدر اللوز باودر، ان احنا نمشي هنا كده عند الحته اللي بيكون فيها جلد متحرك،
الحتت اللي يكون فيها الجلد متحرك دي نثبت فيها باللوز باودر جامد جدا انا عشان عايزه اسالك يظبط سؤال يا معانا. سلمى، انت لما بيجي لك عروسه او بيجي لك واحده وتقول لك حطي لي مثلا لوك معين، انت بتطوعيها وخلاص هي عايزه اللي هي عايزاه، ولا انت بيبقى مثلا بتقترح عليها ان اللوك ده ما ينفعكيش فانا رايي ان انت تعملي كده؟ انا بقترح عليها اقتراحي من ناحيه وبقول لها على اقتراحها من ناحيه وبقول لها انا هعمل لك اللوك بتاعي، لو ما عجبكيش انا عندي وضع تحديد ان امسحه كله واعمل لك اللوك اللي انت نقيتيه. يعني انا لما العروسه اللي بقولك عليها نقيت اللوك ما عجبش ناس كتير، بس الناس مش فاهمه ان دي مش غلطتي، دي مثلا العروسه هي اللي اختارت كده، فانا لازم اريح العروسه اللي قدامي عشان ما تقولش مثلا دي ما عملتليش اللي انا عايزاه، لا دي مش كويسه، ده بتخليكي انت اللي ده هي اللي بتنقيلك. اوكي انا ما عنديش اي اعتراض ان هي اللي تنقي اللوك بتاعها، بس انا بحط النصيحه بتاعتي وبحط نصيحتها وبقولها عيوبي اللي هتطلع من الميك اب وعيوبها، وهي على حسب ما هي بتحب هي بقى اللي تختار، بس واسيب لها برضو مطلق الاختيار في الاخر. هو انتي في وجهة نظرك ايه المعايير اللي بتبقى حلوة، او يعني ايه الحاجات اللي في الميك اب ممكن تتحط حلوة قوي عشان تجمل الوش من غير بقى ما نحط كل بقى الحاجات اللي احنا بنقعد نحطها في ساعتين دي؟ الكونتور، الهايلايتر، البلاشر، بس يعني لو انت بتعملي لوك عادي او عايزه خروج عموما وعايزه حاجه تظهر وشك، فهو دايما الكونتور بيوضح ملامح الوش بيظهرها، سواء كان كونتور في العين او كونتور في المناخير او في الخدود او في الوش، بيظهر الوش جامد جدا فبيديكي شكل ان الوش حلو. بتحطي البلاشر وبتحطي فوق الهايلايتر والروج والحواجب، مش محتاجة بقى تعملي الهلالة اللي بتتعمل فوق العين ديت، مش محتاجاها انت خالص، لو عايزة تظهري وشك بتحطي بس هي الحاجات دي، مش محتاجة. طب سلمى على فكرة يعني اكيد انت شفتي منتجات بقى وبراندات كتير جدا في حوار الميك اب ده، ايه احلى حاجة ممكن تنصحي بيها البنات او الستات او كده ان هم يستخدموها فعلا وعن تجربة وكويسة واسعارها كويسة؟ عشان بصراحة يعني موضوع الميك اب ده انا اي واحدة تيجي تقولي مثلا انا ميك اب بتاعي اوريجينال مش عارف، مع ان اوقات اصلا هي برضه مهما حطيت لي منه بتبقى مش هو مش حوار ان هو اوريجينال سوري او هو كده، لا الفكرة في هو حوار ان الاستخدام هو اصلا ممكن يكون غالي جدا بس هو اوريدي اصلا مش مش حلو حلو. بالظبط. فانتي ايه رايك، ايه الماركات اللي انتي او البراندات اللي انتي بصي بترشحيها؟ انا استخدمت فاونديشن اوفيس تحفة، ايفر بيوتي تحفة الاوريجينال، الجل بتاع لاجيرل انا عايزه اسالك سؤال، هو هدى بيوتي ده اللي انا بلاقيه دايما على الفيسبوك، معلش يا جماعه انا والله مش بحط ميك اب كتير يعني انا ماشيه كده ببركه ربنا، بس دايما بلاقي ناس اللي بتبيع بيقول لك دايما مش عارف احنا جربنا هدى بيوتي حاجه زي كده، صح؟ اه، ده حلو ولا ايه؟ هي هدى بيوتي طبعا حاجاتها كلها تحفه، يعني ما فيش اي حاجه تقريبا هدى بيوتي عملتها ما كانتش حلوه. اللوز باودر بتاعت هدى بيوتي جميله جدا، جل الحواجب حتى الكوبري عشان انا استخدمته في الاول خالص كنت بستخدمه استخدام شخصي، كان حلو جدا. عندك مثلا الفانديشن بتاع هدى بيوتي كوبي واوريجينال الاتنين جمال. ايه تاني؟ طب ايه الماسكارا اللي بتتقل قوي؟ اماندا، اماندا صح، انا كل انسي الناس فعلا انسي بتقول كده. حياتك مع اماندا. بصي انا استخدمت اسينس في الاوريجينال اللي هي فيها الاخضر واللي فيها البينك، واستخدمت اسينس البينك اللي نزلت برضو وعملت ضجة ديت في وقتها، واستخدمت ايه تاني، استخدمت هدى بيوتي واستخدمت ام ان، استخدمت انواع ماسكارات كتير، بس جيت عند اماندا وخلاص انا وقفت. بس هي اماندا في الماسكارا بس ولا في حاجات كتير في برضو حاجات حلوة؟ كتير، في الفونديشن بتاعها تحفة جدا، المانيكير بتاعها جبار مش بيطلع اصلا من الايد، اللوز باودر بتاعتها برضو حلوة قوي. ايه تاني؟ الروج بتاعها بصي انتي اوريدي بتدهني زبدة كده على شفايفك، تحفة. حاجة تانية كده برضو غير اي نوع روج انتي بتستخدميه. طيب عايزاكي بقى كمان تدي للجمهور كده شوية نصايح اصلا بره الميك اب ده عن الاهتمام بالبشرة. الاهتمام بالبشره بصي هو اوريدي انت لازم في غسول لازم كل يوم الصبح تغسلي بيه بشرتك. اوكي هو لازم غسول يعني من الصابون لا ومية لا الورد لا 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 وكده ما بينفعش؟ ميه الورد دي بالليل قبل ما بتنامي بتجيبي اللي هو المناديل اللي هي المدوره ديت بتقصيها وتحطي واحده هنا وواحده هنا بميه الورد وبتسيبيها مثلا من 10 لربع ساعه، وبعد كده بتشيليها بس خلاص بيتفتح. يعني لو في هالات سوداء او في سواد تحت العين او زرقان بتظبط معاكي جدا الدنيا ديت، بتحس ان انت مجرد ما هتشيلي المناديل كده هتكون الدنيا معاكي اتظبطت. ولازم لازم لازم غسول، انا كنت بستخدم غسول من شركة بوبانا، هو كان كله على بعضه اصلا ب 20 جنيه،
بس كان حاجه كده تانية. هما لما تقريبا لما بيلاقوا حاجه ايوه قولي لنا والنبي الاسعار الحلوه دي يعني كان والمفيده. ب 20 ب 15 حتى يعني هما وقفوا. انا عندي محل ميك اب كنت بنزله فيه بس وقفوا بقى لهم فتره كبيره جدا. عايزه اقول لك ان انا قلت عليه لناس كتير جدا، كله دلوقتي بقى جاي يسالني عليه، بس هما وقفوا في الشركه فمش موجود. فمثلا بتعملي بقى سكرابات، بتعملي ماسكات، الكلام ده مهم جدا. ومش كل يوم يا جماعه، مش كل يوم، عشان كل يوم الكتره ديت غلط، هتحبب معاكي وهتقلب معاكي البشره بحاجه تانية خالص. طب الهالات، الهالات اللي تحت عندي عشان انا اعصابي تعبت منها. الهالات اللي تحت العين دي هتستخدميها يا اما صبار ماشي، يا اما ميه الورد زي ما بقول لك دي كل يوم بالليل، حاجه تانية خالص. والله يا اختي بستخدم والله. انت شايفه انا قبل ما ادخل البرنامج بقول لها انا اهم حاجه عندي الهالات السوداء، انا تعبت حقيقي. الهالات بتبقى قله نوم طبعا، انا عارفه طبعًا. او نوم متاخر، او في برضو كريم للتفتيح كده. طب مفيش حاجه تنور الوش كده؟ 7 جنيه 10 جنيه في الرينج ده، انا بعد الحلقه ابعت لك صورته، ده تحفه جدا. برضو انا بنزل كل الكلام ده عندي في المحل. بصي هو عموما عندك محل؟ يعني عندي محل حقيقي. طب ما تقولي للناس عليه، انت ما عندي قلتليش الكلام ده. محل اسمه بنك في شبرا مصر، عشان انا من شبرا عموما يعني. اخلاقك ده عنيس والله. ربنا يخليكي. عندي محل ميك اب اسمه بنك، فتحيه برضو في شهر 3 الجاي يتم سنه. طيب مش كنت قلت لنا كنا عرضناه للناس عموما، هم ارقامك بقى معايا. ما هو نفس الرقم برضو، كلكم عامله خصومات برضو هدايا. على فكره دي غلبانه جدا، ده انتوا لو رحتوا خدتوا الحاجه ببلاش هتسيبكم والله. يا لهوي انا عايزك ان انا مطلعه عجل قد كده. بقول لك والله العظيم هتاخدوا الحاجه ببلاش يعني. فعلا. طيب حابه تقولي اي حاجه للجمهور قبل ما نختم؟ والله يعني مش عارفه حبيبتي. طيب نورتينا يا رب. مبسوطه جدا عشان انا كنت والله معاكي النهارده وحياه ربنا. انت من احسن الناس والله يا سلمى، بجد اتعاملت معاها يا رب. والتوفيق يا رب ليكي دايما، ويا رب كده اشوفك اجمل ميك اب ارتست في الدنيا يا رب. وشكرا ليكي. انا ما هي ما لحقتش بصراحه يا جماعه تحطي لي ميك اب، بس بصراحه هي ساعدتني يعني، حطيت لي كده يعني ظبطت لي الدنيا يعني. فشكرا ليكي حبيبتي، نورتيني هنا في الاستوديو. هناخد فاصل يا جماعه وهنرجع مع الفقره اللي جايه، استنونا.